أشهد أن محمد رسول الله الصلاة الخطبة الأولى من المسلسل الجديد مناسبة البيان
أو تناسب البيان في آيات القرآن. الخطبة الأولى كانت مقدمة عن هذا الكتاب، ولعلكم تذكرون أحبائي جلادستون رئيس وزراء بريطانيا في القرن 18 يوم وقف في مجلس العموم البرلمان البريطاني ورفع نسخة من المصحف وقال لممثلي الشعب البريطاني: طالما أن هذا الكتاب بين أيدي الأمة الإسلامية يقرؤونه ويفهمونه ويلتزمون بتعاليمه فلن تستطيعوا القضاء عليهم. وفي الأسبوع الماضي عرضت لكم هذه المحاولات الدنيئة من النصارى واليهود والملحدين في الطعن في كتاب ربنا وتشكيك المسلمين فيه وإبعادهم عنه. وقد جئت مرة أخرى لمن لم يكن معنا، المستشرق مارجليوس في سنة 11 طبع هذه الترجمة لمعاني القرآن، ولكن ليس بترتيب الصور من الفاتحة إلى البقرة إلى آل عمران إلى النساء، وإنما طبعها بترتيب النزول انتهاكا لحرمة الكتاب العزيز، وادعاء أن هذا الوحي والتنزيل لعب به المسلمون وتكاسل عنه الصحابة، رغم أن رب العزة تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ويا أحبائي، من تبع مناظرات الشيخ أحمد ديدات أو اطلع على المحاورات العقائدية يجد وبلا استثناء أنه ما من صاحب عقيدة أو فكر أو فلسفة بدأ بالتعرف على القرآن من خلال اسمه ووصفه إلا وشعر بقوة هذا الوحي وبوضوحه. فالقرآن وصف نفسه وسمى نفسه في آياته معرفا لدوره ولرسالته، ويكفينا في ذلك حتى أختصر ما عرضناه في الأسبوع الماضي، أن أول سورة في القرآن من بعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب يرشد الناس، فيه الهداية لمن فتح قلبه وأصغى بأذنه وحرك عقله ومشاعره. أما الذي يخر عليه صما وأعمى فإن الله عز وجل لن يكتب له الهداية ولن يرشده إلى هذا القرآن. أول موضوع أحبائي حتى نرتبط بهذا القرآن، إحنا قلنا إنه منهج الخطب هذا التناسب 114 سورة فيها أكثر من 6200 آية، وعرضت قضايا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. مواضيع القرآن ثلاثة تتفرع عنها كافة القضايا: الدعوة إلى الإيمان والتوحيد والاعتقاد. ولذلك قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهي بسوى بآياتها الثلاث وقصر كلماتها ووضوح معانيها تدور حول المحور الأساسي، وهو الإيمان بالله وتوحيده وتنزيه صفاته. المشكلة العويصة التي لا تزال البشرية تبتعد عنها اتباعا للهوى أو بوسوسة وتزيين من الشيطان. كنت يا إخوة أمس أتابع محطة CNN حريق كاليفورنيا، المسلمين شمتانين، بيقول لك شوف أمريكا تركت المسلمين في البوسنة يقتلوا ويشردوا وتحرق بيوتهم وهم يدعون النظام العالمي الجديد. دينوا لأمريكا بالولاء، سلموها الأوراق من أول ياسر عرفات لمن سبقه ولمن يلحقه. ورغم ذلك كله أرانا الله بأعيننا زلازل تدمر بالبلايين وفيضانات تغرق بالبلايين، وما يعلم جنود ربك إلا هو
ثم تأتي الآن هذا الحريق في كاليفورنيا بعيني إخواني. بعد أن خفت حدة النيران عاد أصحاب البيوت إلى مناطقهم وقد احترقت آلاف الهكتارات كما عرفت. وإذا بامرأة تنظر من الأغنياء فترى فيلتها أو قصرها سليما والمناطق من حوله جميعا محروقة إلى السواد ومدمرة تماما، فتقفز في الهواء بخشوع وتقول There is a God. هنالك إله. لقد رأيتها بعينها أن هذه النيران عجزت قوة الولايات المتحدة الأمريكية والتكنولوجيا المتقدمة وآلاف الفرق أن تطوقها، وترى في وسط المساحة السوداء بيتا سليما لم تصبه النيران. فخشعت وقالت هنالك إله، هذا من صنع الإله، آية بينة. وهذه الكلمة تذيعها CNN في 150 بلد. هذه المرأة سترجع إلى المرقص وتشرب الخمر وتذهب مع صديقها وتقترف الزنا، تعترف بوجود الإله ولكنها تلحد في أسمائه، كما قال اليهود من قبل عزير ابن الله، وكما افترى النصارى من قبل المسيح ابن الله. قال المفسرون أن اليهود في مناظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد انسب لنا ربك، عرفنا بإله. وقال بعض علماء التفسير أن بعد ادعاء المشركين أن الأصنام شركاء لله وأن الملائكة بنات لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نزلت سورة الإخلاص وسموها سورة البراءة لأنها تبرئ الإنسان من الشرك وتضعه في مقام التوحيد الكامل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة نعلمها لأطفالنا بمجرد أن يبلغوا سن التمييز وأن يدركوا تكوين الكلمات، عليها ترتكز العقيدة الإسلامية. وهكذا يجب أن يكون المسلم واثقا من ربه، موقنا بدينه، مهاجما لأعدائه، موضحا لعقيدته، لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يتراجع ولا يختبئ في بيته ولا يغلق عليه باب مسجده، يفتح الأبواب ويتحدث. وكما قلت لكم إخواني في الأسبوع الماضي، لماذا يستحي المسلم من عرض عقيدة الإسلام؟ لماذا تعقد الندوات؟ لماذا تنظم المؤتمرات في كافة الشؤون السياسية والحياتية والعقائدية؟ وبعدين يجي واحد من المسلمين يقول لك يا أخي اعذرني أنا من العوام، ألا تستطيع أن تدافع عن عقيدة التوحيد؟ ألم تعلم ابنك سورة الإخلاص؟ ألم تدرك معانيها؟ وفيها واحد من الصفات الثلاث لرب العزة تبارك وتعالى التي اتصف بها وتميز بها وتطهر بها وتقدس بها عن باقي صفات مخلوقاته. أول موضوع إخواني في تناسب آيات القرآن هو الكلام عن الإله، عن الخالق، عن الرب، عن المعبود. أين نجد هذه الصفات؟ في أي منطقة؟ عندما تذهب في وفد سياحي إلى ألمانيا أو فرنسا يقف الدليل في الحافلة أو في القطار ويتكلم بلغات عدة ليعرف الناس على البلد الذي جاءوا فيه، فكيف نعرف الناس بكتابنا؟ وأين نرشدهم إلى صفات الله المثلى وإلى اسمه الأعظم ولما جاء في هذا الموقع؟ روى الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أن رب العزة قال في حديثه القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياه
فقوله لن يعيدني كما بدأني، سأموت وأفنى ونموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأنكر البعث وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا صحيح، حديث صحيح أورده الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. فيا أحبائي تعالوا نراجع القرآن. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. رواه الشيخان والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكيف نرشد الناس عندما تأتي واحد إلى بيتك إلى مصنعك؟ أين تضع اللافتة على هذا المصنع؟ في المدخل السيارة أين توضع العلامة في المقدمة؟ أين يوجد اسم الله الأعظم؟ أين يوجد مرتكز التعريف بالله عز وجل؟ عملنا واحد من ثلاثة، إما في مجال المناقشات العقائدية وقد وردت أسماء لله تبارك وتعالى، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وإما في مقام المنة وإظهار النعمة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، محتمل. وقد يأتي في مقام النقمة، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ولكننا نلاحظ إخواني أن أسماء الله عز وجل وصفاته تناثرت في كتاب الله في مواقع متعددة، وجاءت أسماء مزواجا، هو الغفور الحليم، هو الغفور الرحيم، هو العزيز الحكيم، إلى غير ذلك. ويتميز ثلاث مواضع في القرآن. الموضع الأول في سورة الإخلاص بآيات ثلاث تتكلم عن وحدانية الله وتنزيهه ووصفه بأنه الصمد. فما هو الصمد؟ قال العلماء والمفسرون واللغويون هو السيد الذي يرجع إليه في الحوائج والنوازل، يصمد إليه فهو الصمد. وقال العلماء أن مدار الإيمان بالله حول ثلاث صفات، الصفة الأولى أو الاسم الأول هو الحي، والحياة يناقضها العدم، ولذلك افتتح رب العزة تبارك وتعالى سورة آل عمران في مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فافتتحت السورة تفنيدا لمزاعم النصارى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هو يأكل ويشرب ويقضي حاجته وينام ويصحو، ولكن الله تبارك وتعالى حي لا يموت. ومن هنا كان مفتتح سورة آل عمران، هو الحي عز وجل. ورد في الحديث الصحيح إخواني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء النبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الحياة تعني الوجود وتعني البقاء، والموت يعني الزوال ويعني الفناء. فلا بد أن يتصف الخالق عز وجل بصفة الحياة، حياة تليق بجلاله وكماله، وينادى ويوصف بها،
ولذلك ورد أيضا في الحديث عن الشيخان لأبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وأما الصفة الثالثة فهي القيوم، أي أنه قائم بذاته مكتف عن عباده، بل إن العباد يحتاجون إليه ويصمدون إليه ويرجعون إليه في حاجاتهم. ومن هنا نرى أن صفات الله تبارك وتعالى الأساسية الثلاث: الحي، القيوم، الصمد. فاسمعوا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. ففي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهنا ورد في الحديث القدسي، ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي أبو أمامة وأثبته ابن ماجة والحاكم والطبراني في معجمه الكبير: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث من سور القرآن. في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وفي سورة طه: الله وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. هذه هي المواضع إخواني، وسنرى بعد آية الكرسي وسورة الإخلاص موضعا ثالثا في سورة الحشر في خواتيمها، وهي سورة مدنية عدد آياتها 24، ونزلت بعد غزوة بدر وبعد طرد بني قينقاع من المدينة المنورة لمحاولتهم اغتيال وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة يا إخوة في الآية الختامية أو الآيتين 13 اسما من أسماء الله الحسنى، فهذا موضع متميز من كل مواضع القرآن الكريم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بعض العلماء إخواني قالوا أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو لفظ الجلالة، هو اسم الذات الله. ولكن عندنا حديث هنا الذي رواه اللهم صل وسلم، الذي رواه الترمذي والنسائي وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، كانوا جالسين في المسجد، كان سيدنا أنس جالس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فرجل صلى، وبعد أن صلى بدأ أن يدعو، هذا حديث صحيح: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
ورد يا إخواني اسم الله لفظ الجلالة في القرآن في 2700 موضع إلا موضعا واحدا، تنبيه وتذكير ودعوة إلى الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وإفراده بصفات الكمال. في سورة الإخلاص قل هو الله أحد وردت صفة الصمد الذي يحتاج إليه ويرجع إليه. وفي خواتيم سورة الحشر وردت 13 اسما متصلات في موقع واحد. وفي وسط سورة البقرة في الآية 255 وقد سمعتم الحديث الصحيح لكل شيء سنام، وسنام القرآن هو سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنفهم في سورة الإخلاص أنها جاءت منفصلة بمفردها، ونفهم من سورة الحشر أنها جاءت في موضع بعد ذكر اليهود ونقضهم وإصرارهم على استئصال دعوة التوحيد، وبعد ذكر صفات المؤمنين الذين التزموا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ومضوا معه في الجهاد. ثم نأتي إلى آية الكرسي أعظم آية، وهي موضوع الخطبة. لما وردت في هذا المكان وكيف وردت؟ سورة البقرة إخواني فيها 3/4 التشريعات الإسلامية، فكان من المناسب إذا ذكر اسم الله الأعظم والدعاء والتقرب إليه به في هذه الآية أن تكون في الموقع الذي يدل إلى العبودية لله عز وجل، إلى الالتزام بالتشريع، إلى اتباع الأحكام. هذا أنسب موضع في كتاب الله. وكما ذكرت منذ قليل قد يرد اسم الله الأعظم أو أعظم آية في القرآن في إطار التذكير بالعقيدة والتوحيد، وهذا نقاش وجدال فكري لدعوة الناس للإيمان بالله وتنزيهه. وقد يأتي في مجال الامتنان بالعطاء والنعم ليشعر الإنسان بالخجل والحياء من الله، فالله يعطيه البصر فبدلا من أن ينظر إلى الحلال ينظر إلى الحرام، ويعطيه اللسان فبدلا من أن ينطق بذكر الله ويدعو إلى الخير والفضل إذا به ينطق كفراه ويلفظ هجراه ويشيع الفساد في الأرض، وأعطاه الجوارح ليسجد بها في جبينه وفي يديه وركبتيه وقدميه ليخشع لله تبارك وتعالى فإذا به يتمرد. فمن المناسب أن تكون أعظم آية في القرآن مرتبطة بالصورة التي فيها الأحكام في الالتزام، أحكام الصلاة في سورة البقرة، أحكام الصيام في سورة البقرة، أحكام الحج في سورة البقرة، أحكام القصاص في سورة البقرة، أحكام الطلاق في سورة البقرة، أحكام المداينة في سورة البقرة، أحكام المواريث في سورة البقرة، أحكام القصاص في سورة البقرة. ومن هنا جاءت آية الكرسي رقم 255 في سورة البقرة. لأن المشكلة يا إخواني في هذا الموضع، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فلاحظ هنا الآية التي سبقت آية الكرسي تتكلم عن الإنفاق، وتبين بعدها أن الله